عن واحد واحد، لأن الأثنين ما شاء الله ريحتهم تهبل تهبل تهبل، يعني شي ما صار. أول واحد فيوتشر، فيوتشر من أطياب الشيخ، يعني خيالي 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 خيالي. اللي بتقولي شنو مكوناته، تخيلوا مسك أبيض مع روز مع زعفران مع عطور عربية، يعني تخيلوا المكس كامل، أناقة وكشخة، يعني ما أقدر أعبر لكم عن هذا العطر اللي هو فيوتشر. هذا بنات مو عطر، عطر يعني رشوش للبيت مع البخور، ريحته راح تطلع خيالية. ثاني واحد اللي هو ناو من أطياب الشيخ، هذا الرشوش مكوناته لذر مع بخور، يعني تخيلوا المكونات هذه، يبي لها شي عزايم كذي، ما أدري، أحس حق صالة كبيرة، عزايم، ريحة كشخة، عندك كذي مناسبة مهمة بيونج ناس مهمين. هذا 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 ونزلت لكم إياهم بالبوتيك.